طب كلمينا على الفستان بقى شويه. زهير مراد زهير مراد عامل ابداع عايزه اقول لك مبهر عامل هو اخر ديفيلي لي كان كله مستوحى من الفراعنه وبعدين مي جلال شافت الفستان الابيض عشان احنا بنشتغل سوا في المسلسل الجديد ان شاء الله فقالت له انا عايزه يسرى تلبس ده في الاوسكار. المهم ان هو عمله لي في 48 ساعه وبعته لي هنا. يا نهار ابيض بعته لي. ده ايه الجمال ده؟ لوس انجلوس. الحقيقه الناس كلها امبارح يعني ماتوا في الفستان حتى الاجانب يعني الحقيقه يعني طبعا.